أوقف قطاع التعليم والتدريب في وزارة الداخلية قبول خريجي شهادة الثانوية العامة للالتحاق بدورات الضباط في أكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية للعامين الدراسيين 2016-2017 و2017-2018. إذن وللمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع ينضم معنا الآن عبر الهاتف العميد عادل الحشاش مدير عام الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية. مساء الخير عميد عادل. بداية يعني الكل يعني أصبح يستفسر حول البيان الصادر من قبل وزارة الداخلية حول هذا الإيقاف، هل من الممكن أن تبين للسادة المشاهدين يعني أسباب هذا الإيقاف وأيضا طبيعته؟ مساء الخير أخي صالح ومساء الخير على أخوانك المشاهدين. يمكن مع أول أيام وطالة شهر رمضان المبارك أخي صالح عقدنا مؤتمر صحفي. هذا المؤتمر الصحفي حضر كل وسائل الإعلام، وترأس هذا المؤتمر اللواء الشيخ فيصل دواف الصباح الوكيل المساعد لشؤون التعليم والتدريب، وكان أيضا بحضورنا وبحضور وسائل الإعلام. وبينا أخي صالح من خلال هذا الاجتماع بأن أكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية كانت لها رؤية واضحة في هذا العام، حددت استراتيجية وزارة الداخلية بنوعية الخريجين اللي تتمنى أن تلتحق بإحدى الكليات بأكاديمية سعد عبدالله للعلوم الأمنية. في هذا العام أخي صالح من باب أن رفع كفاءة وقدرات المنتسبين للأكاديمية، وأيضا المخرجات تكون بأعلى كفاءة من الأعوام اللي سابقة، ولإعادة الدراسة سواء في التعليم والمنهج وأصول أيضا التدريب بشكل مختلف، وخاصة بالنسبة للمناهج التعليمية والقانونية والجزائية والشرطية. في هذا العام ارتئينا بأن يكون القبول للطلبة الضباط الاختصاص من حملة الشهادة الجامعية. حددنا تقريبا بحدود أكثر من 26 تخصص راح يعلن إن شاء الله خلال الأيام القادمة من الخريجين. ضباط الاختصاص راح يكون فعلا ينضمون إلى وزارة الداخلية كضباط اختصاص لسد بعض الشواقر الفنية اللي تحتاجها أيضا وزارة الداخلية. الطلبة الضباط أيضا ما أقفلنا أخي صالح خريج الثانوية العامة من الالتحاق بهذه الدورة، حددنا دورتين راح يكون إن شاء الله تعقد للطلبة الضباط. حددنا النسبة أن تكون علمي 75%، ووضعنا اختصاصين وهما خفر السواحل والطيران العمودي. الإيقاف أخي صالح راح يكون لعامين دراسيين، يعني هذه السنة والسنة القادمة، ومن ثم يفتح المجال من جديد. الهدف الأساسي والأخير أكرر وأقول لجميع من يسمعنا الآن ويشاهدنا بأن وزارة الداخلية لها أهداف وتطلعات للارتقاء بمستوى الخريج. طيب يعني عميد عادل يعني فقط للتوضيح بأن الإيقاف فقط مختصر لحملة شهادة الثانوية العامة، أما من لديه شهادة بكالوريوس أو ماجستير يعني سوف يتم أو يحق له الالتحاق؟ لا أخي صالح، الثانوية العامة خريجين هذا العام حددنا لهم الآن اختصاصين اللي هو خفر السواحل والطيران العمودي. بالإمكان خريج الثانوية العامة ينضمون إذا حابين أن فعلا يدخلون في هذا المجال ويلتحقون في دراسة خارجية مدتها 5 سنوات ومن ثم يعملون في هذا القطاع. الجامعيين راح يكون في 26 تخصص راح نعلن عنه خلال الأيام القادمة، وينضمون إلى الدراسة لمدة عام دراسي كامل، ومن ثم يلتحقون بالإدارات بحسب طبيعة تخصصهم. هنا عندنا بالنسبة أخو صالح جانب آخر ترى مهم، وأكاديمية سعد عبدالله لم تقفل طاقات الشباب بالالتحاق بأي من الكليات العاملة بأكاديمية سعد عبدالله للعلوم الأمنية. ففتحنا دورة الرقباء أوائل وهو لخريجي الثانوية العامة، بالإمكان أن يلتحق والدراسة لمدة 2 سنين ويتخرج برتبة راتب أول، ويعادل أخي صالح بسلم الوظائف المدنية الدرجة الخامسة مع 3 علاوات. وعقدت إلى الان أخي صالح أكثر من 4 دورات ترقي بالنسبة لرقباء أوائل وكلاء الضباط، اصبحوا ضباط وفق الشروط وايضا طيب. يعني الضوابط طيب. العميد عادل يعني هل دورة الصيف ضباط الرقباء الاوائل تمكن الحاصل عليها من ترقي الى رتبة ملازم طبعاً. وهل هناك شروط معينة يجب يعني طبعاً. توفرها للقبول في هذه الدورات للتوضيح؟ يعني أخي صالح بالنسبة لمن يلتحق إن شاء الله بدورة الرقيب أول لمدة 2 سنين، ومثل ما قلت لك يأخذ من العلاوات والحوافز بما يوازي اللي يأخذها ضباط العاملين في بعض القطاعات الأمنية أيضا، هذا من ناحية المزايا والحوافز والمكافآت المالية. نعم. بالنسبة لسلم الترقي إن عقدنا الآن أخي صالح 4 دورات والتحق فيها ما لا يقل من 400 إلى 500 عسكري. هذا العسكري سواء كانوا ضباط صف حاصلين على الثانوية العامة
ويتم ترقيتهم وفق القانون الشرطة، أو بالنسبة لضباط الصف الحاصلين أيضا على الشهادة الجامعية والتحقوا أيضا بدورة الضباط. فبالتالي مجال الترقي لها شروط ولها ضوابط، والكثير من الرقباء أوائل أصبحوا الآن ضباط عاملين في وزارة الداخلية بعد انضمامهم إلى السلك العملي وخضوعهم للضوابط والاشتراطات وشروط الترقي، سواء كانت بالنسبة للتقارير السنوية، الكفاءة والجدية أو المثابرة والتميز. هذا واحد. فالنقطة الثانية أحب أني أقولها أخي صالح، وأختم حتى لا أخذ من وقت أخواني المشاهدين، بأن أكرر وأقول أن أكاديمية سعد عبد الله تفتح آفاقها الآن للشباب الجامعيين وفي تخصصات أنا ذكرتها. بالنسبة للثانوية العامة حددنا تخصصين، يا هلا ويا مرحبا فيهم. بالنسبة للشباب اللي فعلا يحب أن يلتحق في هناك دورة رقباء أوائل، وزارة الداخلية لم تقفل طاقات الشباب بالالتحاق هنا مع الارتقاء مع أيضا الرقي في الخدمات، ومن ثم إن شاء الله سوف تحقق أهداف وزارة الداخلية من خلال طاقات الشبابية الملتحقة بإذن الله. العميد عادل الحشاش مدير عام لإدارة العمل للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية، شكرا لك.